وصلنا لآخر محطاتنا ليلى، ورح نتعرف أكثر اليوم مع التطور التكنولوجي السريع. بات على الشباب أن يتعلموا مهارات جديدة تناسب هذا التطور، وخصوصا عند الإقدام لسوق العمل. ويمكن دائما بمحطاتنا وخصوصا بفقرات التنمية البشرية والتنمية الإدارية نحكي نصائح شو لازم يكون مع الشباب المقبل على سوق العمل. صحيح سلمى، زادت المنافسة كثير بسوق العمل بظل هي التطورات. ما عاد الأمر سهل للحصول على وظيفة تتماشى مع مجال العمل أو تتماشى مع هي التطورات التكنولوجية بسوق العمل. لهيك أكيد الفرد بحاجة ليطور مهاراته. لنحكي بشكل مفصل عن هذا الموضوع وكيفية تطوير المهارات معنا الأستاذ المهندس محمد خير لبابيدي، وهو الاختصاصي في التنمية البشرية. أهلا وسهلا فيك أستاذ. صباح الخير أنسي ليلى، صباح الخير سلمى، صباح الخير طبعا لكادر هذا البرنامج، وأيضا الصباح كل الصباح الجميل لا اللي عم يتابعونا اينما كانوا. اكيد استاذ محمد، خلينا نبلش مع حضرتك اليوم ونحكي عن اهميه تطوير المهارات بشكل مستمر لكل الشباب المقبل على سوق العمل. ويمكن في كثير ناس بتسال شو لازم انا اعمل دورات قبل ما بلش، شيء يدعم اختصاصي ولا لا، يمكن هي الدورات حتى لو ما انه باختصاص عمله لازم يمتلكها. تماما، طبعا نحن جزء من الحياة، الإنسان جزء من الحياة، والحياة دائما في تطور، الحياة ما بتثبت، وبالتالي الإنسان بحاجة أنه يتطور بأي عمل كان فيه، لابد أنه يتطور. وإلا بتشوفي ناس كتير كانوا مثلا بالمقدمة لكن هن مثل ما تقولي أصابهم الترهل فصاروا تراجعوا سبقوا غيرهم، مثلا مثل شركة نوكيا مثلا كانت رقم واحد لكن خلص مثل ما تقولي اقتنعت بموقفها مع تطورت فاجت شركات اخذت محلها وبالاخير يعني باعت اسهمها. لذلك نحن طبعا منخاطب كل المشاهدين باي مهنة باي مصلحة باي عمل انت بحاجة التطور، بحاجة انك دائما تضيف شيء جديد، يعني تنتقل من الاتقان الى المهارة الى الابداع والابتكار حتى انت بصراحة تستمر. هلا بنقول احنا مثلا بالحياة دائما في فرص، لكن هي الفرص بصراحة مو للكل، في فرص بتكون دائما يعني للأميز للمميزين اكثر. بيجوا ناس مثلا بيقول لك والله فرضا انه هلا ما في شغل، او هلا مثلا كانت عطلة مثلا، او والله عم نمل، والله عم يضيق خلقنا، عمالنا مصدقين امتى نرجع للشغل، ما مصدقين امتى نرجع المدرسة. ما انت بهذا الفراغ انت ممكن انك تطور استعداداتك لاستقبال العمل حتى تكون انت مميز. فمثلا اليوم نحن بنقول اي عمل انت بدك تقوم فيه لابد انه يكون مثلا متقن علوم الكمبيوتر، مثلا والله ICDL، ممكن مثلا اللغات اليوم يعني مثل ما بنقول اللغه هي شخص اخر، عالم اخر. واليوم الامكانيات على فكره اكثر بكثير من اول بالسهوله، يعني اليوم مثلا بتشوفي فرضا على الانترنت، بتشوفي على اليوتيوب، بتشوفي الكتب مثلا كلها نازله على مثلا على المواقع، بتشوفي مثلا معاهد اليوم مثلا فاتحه باسعار مثلا مو كثير غاليه. تمام، في مثلا وبتاخذي شهاده تخصصيه مثلا، يعني اليوم مفتوحه الامور. المهم انه الانسان يكون عنده الاراده والقناعه انه فعلا هو بحاجه انه يتطور. تماما، خلينا نحكي عن اهم المهارات اللي لازم نحن نطورها، او المهارات بشكل عام. يعني ذكرنا يمكن اللغات هي اكثر شيء بظل هالتطور الحاصل، يعني مهارات بتناسب كل الافراد سواء الصغار بالعمر او الكبار لحتى دائما يستفيدوا من هدول القصص وفترات العطل مثل ما ذكرت. والله بدك رايي المهاره الاهم هي مهاره التنميه البشريه. الانسان انه يتقن فعلا فهم ذاته، يتقن فهم الآخرين، يتقن فهم الرسائل الصعبة اللي عم تجي مثلا من ظروف معينة. كل ظرف صعب بيجي هو على فكرة رسالة حتى يقوم فيك شيء، حتى يطالع منك شيء، مو مشان يدمرك، مو مشان يحطمك. لاحظتي كيف أحيانا أنت مثلا والله مثلا بتمنعي مصروف شوي عن ابنك مثلا، ما بعرف انت ممكن ما عندك، نحن بنحكي عن حالنا، انتم ساعتكم صغار، يعني مثلا بتمنعي فرضا انه والله مصروف، مو مشان انت تعاقبيه، مو مشان انت والله تخليه يحتاج، مشان هو بصراحه يقدر قيمه هذا المال، يعرف وين يصرفه، ممكن انه يفكر هو كيف مثلا يعني يشتغل يجيب هذا المال اذا كان في مجالات عمل. فالظرف الصعب اللي بيجي طبعا، ونحن الان بسوريا الله يفرج عنا يا رب، عم نعاني من اصعب الظروف، نحن ما بنتخبى وراء اصابعنا، لكن نحن بنقول
يعني ما دام وجود الله عز وجل فهذه الظروف ما بتجي حتى تدمرنا، ما بتجي حتى تحطمنا، ما بتجي حتى نفوت باكتئاب، بتجي حتى بصراحة تطالع أجمل ما عنا، نفكر كيف بدنا نوسع، نفكر بالتدبير إلى آخره. فهي أول مهارة. وطبعا من ضمن مهارات التنمية البشرية أني مثلا أنا أعرف كيف أبحث عن عمل، كيف أنا أبحث عن شيء يناسبني، كيف أنا أطور مهاراتي بالشيء اللي يناسبني، كيف أنا أكتب السي في. لاحظت أحيانا واحد مثلا بيكتب السي في بيقوم بكتر مثل ما بتقولي معلومات الفخامة والشهادات، على فكرة بيكون غلط، بياخذوا الأقل منه. انتبهت علي كيف؟ احيانا مثلا بيروح الانسان عم يقابل لجنه الاختبار بده يستعرض اجود ما عنده فممكن يرتفض. لاحظت كيف؟ فانت بدك تعرف بصراحه شو العمل اللي انت مقدم عليه وكيف تكتب السي في. كمان هي مثلا من مهارات التنميه البشريه. مثلا استخدام الصوت، في ناس كثير نبره صوتها مزعجه ممكن يخسر عمل. التعامل مثلا مع المدير مع الكذا بنبره صوت معينه ممكن تخسر العمل. فبيقول لك والله هو منيح هذا بس يا اخي والله ما حبيته، انتبهت علي؟ باخذ اللي اقل. مثلا العصبيه بيقول لك والله انا يعني اهتمامي بعملي وكذا بخليني متوتر، كمان غلط. توتر العصبيه بتخليك تخسر الناس اللي حواليك، بتخليك تخسر العمل. ما بتلاقي مثلا انت مفكر حالك عم تتقن وحريص على العمل وكذا لكن توتر عصبي عم تنشر العصبيه، ما تلاقي غير بيقول لك يعطيك العافيه استنى على خدماتك. تقول والله انا ما في مني، انا قدمت انا كذا، لك يعني انت قدمت مزبوط بس ما في عندك بصراحه اليات العمل. بالاضافه بعد ذلك اني انا اتقن ما يحتاج هذا العمل. فمثلا طبيب الاسنان لازم يكون دائما دائما مطلع على احدث تقنيات طب الاسنان، واذا كان في امكانيه مثلا ماديه اني اجيب انا الاجهزه الاحدث والاحدث حتى بصراحه تم انا بسوق العمل. مثلا اللغات مثل ما قلت لك، اللغات شيء ضروري جدا، خاصه مثلا اللغه الانجليزيه اليوم هي مثلا ضروريه جدا. مو شرط انت تكون معك يعني التوفل اعلى مستوى، لا، بس على الاقل ان يكون انا متقن شيء معين من هذه اللغه ممكن استخدمه. وطبعا والكمبيوتر والتعامل مع الحاسب، يعني هذا امر ضروري جدا تقريبا لكل اللي حابين يفوتوا اسواق العمل بالشركات وغيرها. اكيد. يعني استاذ محمد مثل ما حضرتك حكيت في مهارات وظيفيه تتعلق بالوظيفه نفسها او المهنه اللي الشخص مقبل عليها لازم ينميها ويطورها، وفي مهارات حياتيه او مثل ما بنسميها مهارات قياديه لازم كمان الشخص يطورها بنفسه. خلينا نحكي عن اهم أنواع المهارات اللي الشخصية اللي لازم يطورها، لأنه في كتير ناس بتغلط بهذا النوع من التوجه. بتقرأ أي إعلان أنه كيف تصبح مثلا أفضل موظف، في كتير إعلانات أسلوبها براق ممكن هي ما تفيد الشخص، فشو بتنصحهم أنت؟ طبعا مثل ما قلنا أستاذة، هي المهارات الشخصية اللي بتنم عن أخلاقيات التعامل. مثلا التعامل فرضا مع الشخصيات الصعبة لازم انت مثلا تتقنها، يعني احنا بنعمل دوره كامله للتعامل مع الشخصيات الصعبه، لانه ما في شخصيه بصراحه سيئه بالمطلق، لكن انت مثل ما قلنا كل شخصيه في لها جوانب معينه، انت من اي جانب بتجيها بتاخذي نتيجتها. فمثلا والله بتلاقي مثلا في دائره هاله طاقيه حول الشخصيه المعينه، بتلاقي مثلا اللون الاحمر اخذ ثلاث ارباع الدائره، بس في الربع زهري او وردي. هلا نحن هون بقى ما بدنا نشتغل على تغيير ثلاث ارباع لانه شغله صعبه، نحن مو موكلين انه نغير هالشخصيه هي، لكن انا موكل اني انا اجي من الجانب الزهري. عرفت علي كيف؟ مثلا من خلال هواياته، من خلال ما يحب، من خلال مثلا الشيء اللي مثلا هو بينسر بالحديث عنه. عرفت علي كيف؟ ممكن انا اني اتعامل مع هذه الشخصيه. فاولا تعامل مع الشخصيات. الامر الاخر التعامل مع الذات، اني انا بصراحه اعرف شو الشيء اللي بيزعجني واتجنبه. مثلا انا يا اخي بتوتر او بعصب او بخاف اذا قريت اخبار مثلا سيئه عن حوادث او كذا، ليش حتى تقراها؟ ما في داعي. تمام. انا والله بتلاقيني بنقهر او بنزعج اذا شفت والله مثلا بعض مقاطع السخريه على بعض الشخصيات، انت ليش حتى تشوفها؟ ليش حتى تنقلها؟ عرفت علي كيف؟ مثلا انا والله بصراحه فرضا اني يعني بنزعج مثلا على الاخرين وانا مو طالع بايدي شيء. انت مو شرط بصراحه تقرا اخبار الاخرين، ممكن انت مثلا تدعي له، ممكن انت اذا بتحسن تساعد. اما نحن بدنا الحزن الايجابي وليس الحزن السلبي. فانا بدي اتعامل مع ذاتي، بدي اتعامل مع الاخرين. التعامل مع الظرف مثل ما قلنا بده يكون عندي قناعه تامه انه الظرف الصعب ما اجى حتى يحطمك.
الظرف الصعب. وأنا أقول للإخوة المشاهدين طبعا، ومثل ما بنقول إحنا إنه مثل ما قلنا إحنا دائما بنقول إنه إحنا بظروفنا في سوريا من أصعب الظروف، أنا ما بنكر ولا حدا بينكر، بس بدنا نقتنع رجاء إنه إحنا إن شاء الله أقوى من هذه الظروف. مهما كنت أنت أقوى من الظرف، لأنه الله قال أحد قوانين التنمية البشرية بالقرآن الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا الظرف اللي إجا حتى بصراحة طالع أجود ما عندك، تتعلم تضيف شيء، تعمل عمل آخر. كثير ناس مثلا تحت وطئة الحاجة اكتشفوا أنه عندهم موهبة، أنه عندهم مهارة فاستثمروها وبلشوا فيها، بعدين تركوا العمل الأساسي واشتغلوا بمواهبهم ومهاراتهم. واليوم أستاذة يعني بكل ظرف صعب في فرصة، في فرصة، لكن مثل ما قلنا للمميز. قديش مهم نسخل المهارات أو نطالع المهارات يمكن الموجودة، أو في أشخاص بيحاولوا أنه يتدربوا بالبيت، خلينا نقول بالمراحل الطفولية، خلينا ننزل شوي، بتلاقي أطفال لحالهم بيفتحوا بيتعلموا، في أطفال ما بيحبوا، في منهم بتروح معهم هاي القصة لكبر أنه أنا خلص ما عندي هذا الهاجس أني أطور مهاراتي أو طالع عندي موجود. أنا دائما بقولها يمكن ما في حدا غبي أو ما في حدا ما بيقدر يعمل شيء، بس هو يطور مهاراته. أنا وصلت لمرحلة مثلا عمرية مراحل صغيرة ما قدرت أنه أنا أطور هاي المهارات أو أشتغل، كيف أنا بدي أشتغل على حالي من هاي الناحية؟ ومثل ما ذكرت شوي سلمى أنه بيحطوا إعلانات لدورات، أنا بدي صير ألجأ لدورات عشوائية، كيف أنا ممكن أطور مهاراتي؟ خليني أقول بهاي الظروف أنه أنا ضمن البيت ما بدي اطلع لدورات ولا اعمل اي طبعًا. شيء اول شيء بالنسبه لموضوع الدورات استاذ، نحن مثلا وقت نعلن عن دورات معينه نحن بنسال الطالب اول جلسه انت شو ليش سجلت هالدوره هاي، لاحظت علي كيف؟ فانا ممكن وجهه، فاذا لقيت مثلا هي مثلا والله دوره لغه الجسد ليش سجلتي فيها مثلا، انا حابه لو تماما. هلا اذا على سبيل الاطلاع خلاص معناته انت بتاخذ مستوى اول وخلاص، على سبيل التخصص مثلا بدك تتابع المستويات 2 و3، او مثلا انا ممكن حولك ل مثلا تي او تي، ممكن حولك مثلا لداعم نفسي. عرفت والله انا بدي اشتغل انا بحاجه، لا بقول لك فوت دوره اعداد داعم نفسي هلا كل مطلوبه بسوق العمل مثلا، لاحظتي كيف؟ فنحن بصراحه بنوجه مثل ما قلنا الانسان يا اما اذا عنده خبره بيوجه حاله، يا اما بيروح عند مختص يوجهه. بالنسبه لموضوع الاطفال مثلا والله يلي هواياتهم مهاراتهم، هون بيجي دور الاهل بالتشجيع. اليوم حتى لو الولد عم يلعب والله العاب، يعني لا تحطمه، لا تقول له فاشل تارك دراستك وعم تلعب وتضيع وقت، لانه بجوز من هاللعبه هي يطلع شغله. يعني مثلا ميسي دعم الارجنتين اكثر من يعني المسؤوليه اللي فيها، لا هو شو لاعب كره قدم هو كسلان بالدراسه يعني ما فلاح. هلا الاطفال رح يبسطونا تماما. فنحن بصراحه ما بدنا نحطم هوايه الاطفال، ما بدنا نحطم مهاراتهم، لكن نحن بدنا نشجعهم عليها مع تنظيم الوقت تبعهم. يعني مثلا انه والله انا وقت بكون فرضا لاعب وانا بصراحه يعني معي معرفه، معي ثقافه، معي علم، غير وقت تكون انا لاعب صراحه يعني ما عندي هالثقافه او العلم او لاحظت علي كيف. ثاني شيء نحن هلا مثلا حتى عندنا مثلا بالمعهد نحن عم نمارس شغله انه التعليم باللعب، يعني نفس اللعبه اللي انت بتحبها وكذا ممكن انا اساوي لك اياها، اعلمك عن طريقه، فصار الواحد بحب هذا اللون من العلوم. لذلك نحن الاهل عليهم مسؤوليه كبيره، لكن مثل ما قلنا نحن للاسف يعني بمجتمعاتنا ما في هديك الثقافة. يعني مثلا كم صبية والله احنا علمناها دورة تنمية بشرية علاقات أسرية قبل ما تتزوج بنعدوا على أصابع اليد، صحيح. لذلك عم تشوفي الطلاقات خير الله، عرفت علي كيف؟ طيب كم رجل عرفناه مثلا عملنا له مثلا قوانين العقل الباطن الرجل والمرأة حتى يعرفوا كيف يتفاهموا مع بعضهم؟ ما حدا بيعرف، الرجل مفكر المرأة مثل حكايته والمرأة مفكر الرجل مثل حكايتها. لذلك عم تشوف في هذه الخلافات للأسف مثل ما قلنا احنا علوم التنمية البشرية، وحتى نحن يعني نلنا شرف يعني لقاء مع السيد وزير التربية من كم يوم وحكينا عن هذا الموضوع انه التنمية البشرية لازم تكون مادة. التنمية البشرية بتحببك بالحياة، التنمية البشرية بتقنعك بذاتك. طبعا التنمية البشرية مو مثل ممصر انه والله اخي بده يقول لك انت قوية انت بتستطيع بتروح تطلق زوجها، قال هي التنمية البشرية. يعني هذا اللي كتب هالمقال على الفيس يعني مو عارفان شو مو لا عارفان شيء بالتنمية البشرية. لذلك نحن لازم صراحة نعلم هذه التنمية البشرية. هلا نحن مثلا عملنا لقاء مثلا 10 دقائق، شوفي اثر هذا اللقاء على نفوس الناس، مهما كان الانسان بتلاقي بيشعر بنفحة امل، بيشعر براحه، وهذا الحال بكفي. لاحظت كيف؟ معناتها انت بصراحه يعني حتى الكلمه الطيبه صدقه. يعني انا بعرف ظرفي صعب، بس وقت بتيأسني وبتقلي انه والله اخي ما لها حل وكل ما لها للاسوء، طب انت شو قدمت لي؟
عرفت علي؟ اما مثلا كلمه والله لا يكلف الله نفسا الا وسعها وان شاء الله بتمر وانت قادر وممكن كذا بحلول يعني. تمام معناتها انا احد قوانين التنميه البشريه استاذه ليلى انه نحن لا نفكر بالمشكله نفكر بالحل. اكيد. طيب استاذ محمد وقبل ما نختم حديثنا اليوم الصقل المهارات الموجوده يمكن هذا مفهوم قليل شوي لنسمع فيه حاليا اذا ما كان الموظف ضمن مكان معين هن عم يعملوا دورات للموظفين ما بيروح بيعمل دوره وهو موظف بيقول خلص انا توظفت شو بدي خلص عم اتعلم من هالوظيفه طبعا. شو بدي اتعلم لسه مع انه بنشوف اداء العمل بشكل عام ان كان بالحكومه او حتى بالخاص بالشركات الخاصه بيختلف لما بيكون دائما الموظف عم يعمل دورات لا مو اعاده تاهيله لا هو لتطوير عمله تماما. هلا اول شيء بده يكون بصراحه بدايه النظام الوظيفي قابل لاستقطاب الافكار الجديده. لذلك انا مثلا بقول يا ريت فرضا بكل وزاره فرضا يكون في صندوق مثلا موظف عنده اقتراح عنده فكره عنده كذا يا اخي حطه بالصندوق ومثلا المسؤول اخي يعطينا ساعتين بالاسبوع كله يقرا لك بشو تجي اقتراحات يعني تحل مشاكل عظيمه. على فكره انت بتشوفي مشكله رهيبه يعني يمكن ما لها حل بيكون حلها شيء بسيط. صحيح. يعني احكي لك مثلا فكره مثلا بحرب تشرين مثلا حرب تشرين تحرير نحتفل احنا فيها كل سنه يعني اقتحام خط الون وخط بارليف كان فكره عسكري يعني ما له رتبه حتى عرفت علي كيف رغم انه عزوا اعظم الخبراء يلي طالع الفكره انه اخي انا بزيل هذا الحاجز عن طريق ضخ المياه معناتها نحن لا نستقل بالافكار اساتذه. خلي اول شيء انه اخي مو والله عنزه ولو طارت بل نتبع ما الفينا عليه ابائنا ما بنحسن ناخذ خطوه جديده ما بنحسن نطور ما بنحسن نغير هيك اخي تعودنا اخي من الساعه 8 للساعه 3 بدك تقعد على هذا المكتب وتلتئم عليها ما عنا لا تفكر ما عندنا أخي حط هذا المقترح هذا أولا وبيكون في بصراحة في مقترحات وفي مين عم يسمعها أنا بيكون عندي دافع إني أجيب مقترحات جديدة إني طور من حالي إني طبعا. أقرأ إني أطلع لاحظت كيف يعني مثلا مثل فرضا والله مثلا بالنافذة الواحدة هلا أنا ممكن بالنافذة الواحدة إذا بساوي مثلا بمكان نافذة واحدة بتقضي كل معاملات المواطن قديش بوفر مواصلات قديش بوفر مثلا لاحظت كيف هلا يعني صارت كمان في الالكترونيه صارت تماما يعني احنا بصراحه كثير من افكار بسيطه استاذي مثلا ممكن نحن نحل مشاكل عظمى تماماً. لكن انا بدي شجع المواطن بدي شجع الموظف بدي شجع مثلا هذا الانسان انه رايك يسمع بجوز ما نفذه لكن بسمعه وبيجي وقت بصراحه ممكن اني نفذه تماما. هون هو بيصير عنده دافع اكبر لحتى يطور هاي المهارات. هيك نصائح اخيره منك استاذ قبل ما نختم يعني النصائح طبعاً اول شيء انه نحن دائما بنقول انه لا شك انه نحن عم نعيش ظروف صعبه اللي قبلنا عاشوا ظروف صعبه لا حدا يقول انه والله اللي قبلنا كانوا مرتاحين واللي قبلنا كانوا مرتاحين دائما بالحياه سبحانه لقد خلقنا الانسان في كبد لكن نحن الصعبه اللي بتصنع بالتاكيد لكن نحن ان شاء الله الله يفرج عنا يا رب ويلهمنا يعني الصبر اكيد على هذه الظروف لكن نحن بنقول انه في حلول ان شاء الله في مجالات عمل ما دام ربك موجود معناته رزقك الحمد لله لا تهكل همه حياتك لا تهكل همها خذ الامور ببساطه بس المهم بدي اقول لك انه الحياه ماشيه بسرعه قطار وانت وكلياتنا ماسكين هذه الحياه بالايد فاذا كانت بصراحه سرعتنا اقل من سرعه القطار هاي الايد بدها تتعب كثير فبتشوف الناس التعبانين هن بصراحه يلي ما حسنوا يواكبوا الحياه فواكب الحياه استثمر وقتك استثمر عقلك استثمر الوسائل التكنولوجية اللي يعني متاحة لك تماما. وإن شاء الله بتلاقي حياتك صارت أفضل أكيد. شكرا كثير لك أستاذ محمد دائما على هذا الكمية من الطاقة والتفاؤل اللي بتعطينا إياها وأكيد المعلومات المفيدة شكرا لك شكرا سلمى شكرا ليلى شكرا طبعا لكادر لك. هذا البرنامج الجميل والشكر الأكبر طبعا لكل المتابعين وإن شاء الله يكونوا استفادوا.